السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنصور دلوقتي فيديو جديد بنقول للناس فيه احنا في مصنع فرصة الملابس الجاهزة، مكتبنا موجود في الجيزة الهرم 27 شارع علي بن أبي طالب، متفرع من شارع الهرم الرئيسي، منطقة مسرح الهرم ومطعم الشبراوي، على نص الشارع بنك الإسكندرية. بصور في مخزن المصنع وبقول للناس اللي هي شغالة من زمان احنا تحت أمركم وموجودين، وكل يوم بننتج شغل جديد، بنشتغل كل الخامات، بنشتغل كل انواع القماش، بنشتغل في الشروال، بنشتغل في الطقم التريننج، بنشتغل في البنطلون الجينز بكل مقاساته، بنشتغل في السويت شيرت سوسته وراوند حوض، وبنشتغل كمان في الزونت المقفول. بنعمل قميص اطفال وسن محير، شغالين من فضل الله جمله الجمله. الناس اللي هي عايزه تبتدي جديد برضو احنا متاح معانا ان احنا نشتغل بكميات اقل شويه من دسته ونص دسته، تسهيلا لكل الناس اللي عايزه تبتدي مشروع ملابس جديد. مفيش بيع في الجمله عندنا من قطعه وقطعتين ولا ثلاث قطع، البيع فقط بالدسته والنص دسته. لو حضرتك عايز تاخد قطاعي، احنا عندنا مكان القطاعي بنبيع فيه قطعه قطعتين ثلاثه. ما تزعلوش مننا يا جماعه، حقكم علينا حفاظا على كل الجيش الجرار اللي بيشتري مننا، سواء محلات او مكاتب جمله او تجار اونلاين. ده تسهيلا ليهم وحفاظا عليهم، لانهم برضو بيغامروا وبيشتروا دسته واثنين وثلاثه من الموديل الواحد. ربنا يوفقكم ويجعله يا رب موسم خير ورزق وبركه على الجميع. ان شاء الله هنزل عنواننا وارقام تليفوناتنا في البوست حالا، وهنقول ان كل اسعارنا ان شاء الله باذن الله في متناول الجميع، وهننزل كمان لينك الجروب علشان الاسعار اللي احنا شغالين بيها موجوده على التليجرام. يا رب كده، يا رب يجعله موسم موفق لينا جميعا، وبالتوفيق ليكم ولينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.